دشن معالي الشيخ سلمان بن عبد الله بن حمد الخليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري عملية التسجيل الإلكتروني للعقارات، وبانطلاقه اليوم يمكن لأي صاحب طلب تسجيل عقاري أو رهن عقاري إجراء المعاملة دون الحضور الشخصي. وقال معاليه بأن إنجاز جهاز المساحة والتسجيل العقاري لعملية التحول الإلكتروني الكامل يأتي وفقا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة، بما يعكس الرؤى والتطلعات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. مضيفا معالي رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري بأن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة الجهاز للتحول الإلكتروني الشامل، والتي عمل عليها منذ زمن لتحويل جميع خدمات الجهاز إلى خدمات إلكترونية، وذلك تحقيقا لخطط وبرامج الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء حفظه الله، وتنفيذا لقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. أشار معاليه إلى أن الظروف الحالية جاءت لتعجل العمل بها تنفيذا لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد نائب القائد العلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بشأن اتباع الإجراءات الاحترازية واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحقيق التباعد الاجتماعي. أكد معالي الشيخ سلمان بن عبد الله بأن هذا الإجراء سيسهم في تقليل فترة إنجاز المعاملة وإجرائها بالسرعة والكفاءة العاليتين وتقليل فترات انتظار المراجعين. وقال معاليه إنه بعد طرح هذه الخدمة يكون جهاز المساحة والتسجيل العقاري قد تمكن من تحويل جميع خدماته إلى خدمات إلكترونية لا تستدعي الحضور الشخصي إلى موقع العمل. وأضاف معاليه بأنه تم طرح عملية التسجيل الإلكتروني مع الحفاظ على موثوقية الوثيقة العقارية في مملكة البحرين، والتي حصلت على مواقع متقدمة في مؤشرات البنك الدولي بسبب الإجراءات المحكمة التي تخضع لها والمستندة على مواد قانونية. حفاظا على أمن المجتمع، أطلق جهاز المساحة والتسجيل العقاري أهم وأشمل عملية تسجيل إلكترونية للعقارات ضمن خطة الجهاز للتحول الإلكتروني الشامل، والتي عمل عليها منذ زمن، حيث ستساعد هذه العملية جميع أصحاب المنشآت العقارية من إجراء المعاملة دون الحضور الشخصي مع ضمان سرية المعلومات. بناء على توجيهات معالي الشيخ سلمان بن عبد الله، الجهاز يقوم بتحول الإلكتروني بجميع معاملاته، واحنا بدينا لله الحمد من فترة طويلة للتحول الرقمي. اليوم معالي الرئيس دشن الخدمات التسجيل العقاري الإلكترونية من حيث نقل الملكية وتسجيل الأملاك وتسجيل الأراضي والمقسمات إلكترونيا، وهم أنه دخل الرهن بناء على تعليمات ديوان الخدمة المدنية. التباعد الاجتماعي، عدد المراجعين يكون له رقم معين يدخل في اليوم، إنما يتعدى 5 مراجعين في نفس الوقت. بلا شك التحول الرقمي ضرورة ملحة لخدمة المواطن والمقيم والمستثمر، وهذه تأتي من خلال اللجنة التنسيقية برئاسة سيدي سمو ولي العهد، اللي تحثنا دائما بتقديم الأفضل الخدمات للمستثمرين والمقيمين والمراجعين كمواطنين. هذه الخدمة ستسهم في إجراء المعاملة بسرعة وكفاءة عالية وتقليل فترات انتظار المراجعين في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها مملكة البحرين والعالم أجمع. عن هذا النظام اشتغلنا عليه تقريبا مدة سنة داخليا داخل الجهاز بالموظفين كفاءات بحرينية أغلبهم. احنا تقريبا نستقبل حاليا حول 100 تسجيل في اليوم غير المراجعين الثانيين. احنا مو بس خدمة تسجيل الكتروني، حطينا كذا خدمة معاها. تم إنشاء التسجيل الإلكتروني أولا لتقليل عدد المراجعين والاختلاط، وعلى أن يقوم طبعا المسجل بتسجيل إلكتروني من موقعه، ومن ثم ذلك الحضور لمطابقة الأوراق. طبعا هذه العملية تسهم في تقليل من الاختلاط وسرعة إنجاز المعاملات إلكترونيا. وطبعا المستفيدين من هذه العملية هم أصحاب تسجيل العقود البيع، تسجيل عقود الرهن، تسجيل العقود ملحق الرهن، وتسجيل عقود الهبات الفردية، وتسجيل الإرث. هذا التحول التكنولوجي الشامل في جهاز المساحة والتسجيل العقاري جاء ليسطر في صفحاته هذا الإنجاز وفقا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه،
وتأكيدا على العملية المستمرة التي لم تنقطع لتواكب بذلك جميع التطورات التكنولوجية من أجل أن تكون مملكة البحرين هي الوجهة الأمثل للاستثمار في المجال العقاري. نغلة نوعية تسجلها مملكة البحرين، ففي هذا المكان ستتم خدمة أي شخص لديه إجراء عقاري أو رهن عقاري دون حضوره شخصيا لإتمام معاملته تحقيقا لمبدأ التباعد الاجتماعي، حيث تعتبر هذه الخدمة هي الأكبر في تاريخ هذا الجهاز. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.